السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الهند، هذه هي الهند الآن، والآية الآن في الهند. بالأمس يعذبون ويحرقون ويقتلون، واليوم يتخبطون ويعذبون ويستغيثون. ما أصغرها من دنيا وما أعظمه من رب. بالأمس طغوا وبغوا، بالأمس حرقوا مساجد ومصاحف وقتلوا مسلمين وانتهكوا أعراضهم وانتهكوا حرمات الله وأرادوا إخراج جميع المسلمين من ديارهم. اليوم ينتقم رب العزة والجبروت وينزع منهم ديارهم ويشردهم في عقر أوكارهم. تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اللهم لك الحمد يا منتقم، اللهم لك الحمد يا ذا العزة والجبروت، اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا، على كل نعمة أنعمت بها علينا، على نصرك للمسلمين في كل أوقات ضعفهم واستضعافهم. اللهم لا طاقة لنا بالجهد ولا قوة لنا على البلاء، فلا تحرمنا العافية ولا تكلنا إلى خلقك يا أكرم الأكرمين. اللهم تفرد لنا بحاجاتنا وتولنا برحمتك وانصرنا، فإنك إن وكلتنا إلى أنفسنا عجزنا عليها، وإن أوكلتنا إلى خلقك ظلمونا وحرمونا وقهرونا ومنوا علينا. فبفضلك يا الله انصرنا وانصر الإسلام والمسلمين، وانصر كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وانتقم لعبادك.